يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا سيد السادات يا باب الحما يا سيد السادات يا باب الحما يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيد السادات يا باب الحما يا سيد السادات يا باب الحما يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم وصف الزمان بمدح طه واكتسى وصف الزمان بمدح طه واكتسى عزا وإجلا يا سيد السادات يا باب الحما يا سيد السادات يا باب الحما يا من على يا من على يا من على رسل الكرام بالقرآن بمادة بالقرآن.
الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الوارث المنح السالم عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبحه الأذل والمائل والضالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا حكيم أظهر بديء حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكم مما ينافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمي والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوننه المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقف صلى الله عليه والقوم بين نادم والدايب وخايف لنفسه وعادب وأبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه فيعودن وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره على الغمامة تطيعه السحايب فجري الجبين ليلي الذوايب لبي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فازالا ما اشتكاه من المئن والنوايب آمن
كان به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النادي. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب، قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمة على الدوام مراقب. إن أذي يعفو ولا يعاقب، وإن خوزم يصمت ولا يجاوب، أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب، فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين، كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما ركب النجايب حدائد سرى باسم الأبايب، فهز سكر أعطاف الركايب. صلاة الله ركب النجاة.
وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله